أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم المجيب الآلي ونسخته الأولى تشات بوت. قمنا في الدرس الماضي بعد تحليل هذه الداتا والقيام بالبري بروسيسنج وتخزينها كما رأينا هنا في هذا المجلد، فقمنا بالتمثيل الرقمي ديجيتال ريبريزنتيشن وذلك من أجل القيام بتدريب الموديل على هذه الداتا. ولكن أولا دعوني مثلا أقوم بجلب هذه المكتبات وأعيد هذه المحاولات مرة ثانية والتحليل وذلك من أجل القيام بتخزين هذه الكوربوس مع هذه الداتا. فنقول هنا pickle وذلك corpus بهذا الشكل. فنرى هنا كيف قام بإنشائها بهذا المكان. الغاية من ذلك نقوم هنا مثلا بالتعطيل مرة ثانية وحذف هذه المعلومات هكذا، تمام. فالآن إذا قمنا فقط بجلب هذه المكتبات وأردنا القيام بالتمثيل بشكل رقمي مثلا، سوف نرى كيف يقول أن هناك معلومات مفقودة مثلا الكوربوس وأيضا الكلاسز والوردز. لذلك بدأ القيام هنا بالتحليل مرة ثانية، سوف نقوم بجلب هذه المعلومات المخزنة في هذا المجلد. فنقول هنا مثلا دعني أقوم بإنشاء مربع جديد وهنا load data in pickle load، نقول هنا open هكذا وذلك للقراءة وبشكل مشابه على بقية هذه المتحولات الكلاسز والكوربس، تمام. تم ذلك بنجاح. الآن إذا أردنا القيام بالتمثيل نرى هنا كيف قمنا بشكل مباشر بجلب هذه المعلومات دون الحاجة لإعادة هذه الخطوات التي قمنا بها سابقا، تمام. الآن إذا أردنا مثلا القيام بتدريب موديل فدعوني أقول هنا build module، نقوم بتحويلها كما تعودنا markdown، وهنا سوف نقول مثلا الخطوة الأولى نقوم بتحميل المكتبات اللازمة، ففعليا سوف أقوم بالاعتماد على TensorFlow والKeras. لذلك إذا أردنا القيام بالتنصيب install لTensorFlow أعتقد هي موجودة ولا يوجد إشكالية، تمام. وإذا قلنا Keras أيضا هي موجودة، لذلك سوف نقوم هنا بالتحميل مثلا from Keras modules import لsequential التي قمنا باستخدامها بكثير من الدورات، طبعا بهذا الشكل، تمام. من ثم سوف نقول هنا from Keras layers لأجل القيام بجلب الطبقات import وذلك لdense layer وأيضا drop out. إذا كانت تعملان لحد ما بشكل متناقض فهذه full connected neural network، الاتصالات بين العقد هي تامة، بينما الدروب أوت يقوم بالتجميد وتعطيل بعض النوت في الشبكة وذلك من أجل القيام بتجنب اللوكال أوبتيموم والتعلم بشكل أكبر. من ثم سوف نقول مثلا from TensorFlow Keras optimizers import، فإما نقوم باستخدام آدم adaptive moment estimation أو نقول مثلا SGD stochastic linear descent، سوف نقول مثلا باستخدام هذه لأنه قمنا باستخدام آدم في كثير من الدورات السابقة. وهنا سوف نقول مثلا من أجل القيام ببناء الموديول دعني أقوم بكتابة التابع function create module، وهنا نقول مثلا قم بتمرين اللينكس الخاص بالinput والoutput من أجل القيام بتعيين الدخل والخارج، فلنقول مثلا input size وأيضا output size بهذا الشكل. وهنا سوف نقول module يساوي sequential وبعدها نقوم بإضافة layers add dense، وهنا لنقول عدد النوتس 128 وبالنسبة للإنبوت سايز لأنها الطبقة الأولية فنقول input shape لتحديد الأبعاد الخاصة بالإنبوت، فنقول هنا input size التي سوف نقوم بتمريرها في parameter ونقول هنا فاصلة هكذا. بعدها سوف نقول activation function سوف يكون مثلا مساوي للريلو تبع الشهير، وبعدها نقوم بإضافة drop out layer مثلا بقيمة 50% ونقوم بتكرار هذه العملية وذلك من أجل جعل بنية هذا الموديول أكثر تعقيدا. فنقول هنا لتكون 64 نود ولا نحتاج إلى الشيب مرة ثانية، فقط نقوم بإضافته في المرة الأولى ونقوم بالإبقاء على Activation Function، طبعا هذه Activation بهذا الشكل، تمام. من ثم سوف نقول هنا نقوم بإضافة Dense Layer وذلك من أجل تعيين الخرج
فنقول output size هكذا. وبالنسبة للactivation سوف يكون softmax لأنه يقوم بالاعتماد على الاحتمالية probability نسبة للفيكتور، وقيمة الخانة الأعلى سوف نقوم بانتخابها واختيارها. وفي النهاية نقول return لهذا الموديول. لنرى إذا قلنا هنا قم بإنشاء موديول نسبة لللينك الخاص بالwords عدد هذه الكلمات واللينك الخاص بالكلاسز. تمام، تم إنشاء هذا الموديول. إذا قلنا هنا summary نرى كيف قام بإنشائه بهذا الشكل. ممتاز. الخطوة التالية أن نقوم بالتدريب. دعوني أقوم بإنشاء مربع جديد. فهنا train the module مثلا سوف نقول module compile. بالنسبة للoptimizer لنقول مثلا stochastic linear descent، وهنا نقوم بتعيين مختلف البرامترات. فمثلا بالنسبة لنسبة التعلم learning rate لتكون 1% بهذا الشكل. من ثم سوف نقوم بتعيين loss، سوف نقوم باستخدام categorical بما أنه لدينا كلاسات مستقلة، فنقول categorical cross entropy هكذا. وأخيرا بالنسبة للaccuracy نقول مثلا matrix يساوي accuracy بهذا الشكل. لنرى هي تعمل دون إشكالية. ممتاز. إذا أردنا التدريب فهنا لن يكون لدينا testing وtraining، وإنما سوف نقوم بالتدريب على كامل هذه المعلومات، لأنه فعليا المجيب الآلي سوف يقوم بالتعرف على هذه الأسئلة الموجودة ضمن هذه الداتا سيت، وأي سؤال خارج هذا النطاق سوف يقول مثلا أن هذا السؤال غير مفهوم بالنسبة لي. فهنا سوف نقول module fit نسبة للإكس والواي، لنقول مثلا الإبوك سوف تكون مساوية ل200، وبالنسبة للباتش سايز عدد هذه الريكوردز المدربة جميعا لنقول 3 في كل مرة، وأقوم بعرض المعلومات verbose تساوي 1. لنرى فنرى هنا كيف يقوم بالتدريب ونحصل على هذه النتائج. تمام، لا بأس بها، ولكن أستطيع القيام بالزيادة على مستوى التدريب من خلال إضافة مختلف بارامترات. فمثلا إذا قلنا هنا momentum لتكون مساوية إلى 0.8، وأيضا decay لتكون مساوية إلى 1 مرفوع الأس الثالث 5 هكذا. ولدينا الكثير من البارامترات التي نستطيع فهم استخدامها، مثلا nest row والتي تتبع إلى عالم الرياضيات الروسي. لنقول مثلا true يقوم بتفعيل هذا الخيار. لنرى إذا قمنا بجلب هذا الموديول مرة ثانية وقمنا هنا بالتدريب نرى لحد ما كيف أن النتائج أصبحت أفضل. تمام، قريبا 100%، جيد جدا. فهنا مثلا إذا أردنا القيام بالتبسيط فهذه أستطيع القيام بجعلها في متحول مستقل هكذا، ونقوم هنا بإضافته. تمام، لنرى فهي تعمل دون إشكالية، جيد جدا. وأستطيع القيام بحفظ هذا الموديول بعد القيام بتدريبه. فإذا قلنا مثلا دعني هنا أقوم بإنشاء مربع جديد هكذا، وفي هذا المكان سوف نقول موديول سيف، وذلك على هذا المسار هنا، لنقول مثلا module H5. فنرى هنا كيف قام بإنشاء الموديول الذي قمنا بالتدريب على أساسه. وسوف نرى كيف نستطيع القيام بالتنبؤ نسبة لهذه المعلومات التي قمنا بجلبها، ونستطيع أيضا القيام بتخزين هذه المعلومات من accuracy و losses وما إلى ذلك من خلال تخزينها عندما نقوم بالفيت. فنقول هنا مثلا historical يساوي، ونقوم بتخزين هذه المعلومات، ولكن هنا لا حاجة للقيام بذلك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. علمنا كيفية القيام بإنشاء موديول والتدريب على هذه الداتا بعد أن قمنا بتحويلها إلى تمثيل رقمي. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.